لما نتكلم عن العائد بتاع القيامة في المسيحية ككل، عايز أقول إن القيامة هي أساس الأفراح. فكل فرح روحي، كل فرح المؤمن بيعيشه، يعني أنا لما الكتاب يقول لي افرح في الرب كل حين، من أين أستمد أفراحي؟ إلا من نصرة يسوع، إلا من غلبة يسوع، إلا من قوة قيامة يسوع. ده الفرح، لأني إيه اللي حصل في القيامة، وبالتالي بيحصل اللي حصل في القيامة إيه؟ أكبر هزيمة حصلت في تاريخ إبليس يوم القيامة، قيامة الرب يسوع.